السلام عليكم، انا دكتوره نهاد الشطبي وبكلمكم من عياده روماتيزم. النهارده عايزه احكي لكم عن سيناريو بقينا بنشوفه كتير قوي في العياده، وهو دخول مريضه في مرحله الشباب معاها شنطه مليانه تحاليل واشعه، واول كلمه بتقولها لما بتقعد على كرسي الكشف: انا تعبانه، كل حته في جسمي بتوجعني، عندي الام في واوجاع في العضلات وفي المفاصل فوق وتحت ويمين وشمال، والاوجاع دي بقالها مده وبقالها زمن طويل ما بتروحش، ما بتخفش على المسكنات. عملت كل التحاليل، عملت كل الفحوصات، كل حاجه طالعه سليمه. نبص على التحاليل والاشعاعات، عامله كل حاجه، عامله اشعاعات بالغالي منها والرخيص على الفقرات الظهريه والعنقيه والقطنيه، كل حاجه طبعا سليمه. عامله تحاليل دم عاديه، تحاليل دم مناعه، تحاليل فيتامين د، تحاليل الغده الدرقيه، كل حاجه سليمه، حتى فيروس سي ما عندهاش والحمد لله، كل حاجه طالعه سليمه وكويسه. طيب ايه القصه؟ المريضه دي اللي مش بتتحسن، وايه اللي عندها؟ احيانا بيكون معاها الزوج وبيشتكي هو كمان ان الاوجاع دي ملازماها بقالها فتره طويله واصبحت ليها عبء على الاسره، انها مش قادره حتى تقوم بواجباتها العاديه ولا تهتم بالاولاد. كلمه مشهوره قوي قوي للام دي او للزوجه دي: محدش يهزر معايا بايده، انا جسمي كله بيوجعني، محدش يلمسني. يعني اللمسه العاديه اللي المفروض مش بتؤلم هي عندها بتؤلمها. الاطفال الصغيرين مش قادره تتحملهم يحضنوها او يقعدوا على رجلها. الحاجات اللي هي اصلا مش مؤلمه بالنسبه لها مؤلمه، والحاجات اللي مؤلمه يعني لو اتخبطت مثلا بتأفور في الرياكشن للخبطه اللي اتخبطتها، يعني خبطه بسيطه المفروض تعدي بسلام، يعني لا، هي بالنسبه لها بتبقى الام شديده، والالام دي بتقعد مده ومده طويله بعد الاصابه كمان. طيب لما بنبدا نتكلم معاها بنلاقي عندها اعراض ثانيه مرتبطه بنفس الشيء. ايه الاعراض دي؟ مثلا اضطرابات في النوم. المريضه دي مش بتنام كويس، عندها ارق، مش بعرف ادخل في النوم بسهوله، ولما بنام بقوم مش فايقه، يعني النوم بتاعي مش نوم مريح، انا بقوم من النوم كاني ما نمتش. طيب الذاكره؟ والله بقيت بنسى كتير، بنسى حتى اسامي الحاجات، وبحط الحاجه بتاعتي في اماكن وبنساها. طب وتركيزك؟ لا، مش عارفه اركز خالص، وحتى مش عارفه اركز مع الولاد، ومش عارفه اركز في شغلي. لازم الاعراض دي كلها تبقى موجوده عشان اشخص حاجه اسمها فايبروميالجيا. لا، ممكن بعض الاعراض تكون موجوده وبعض الاعراض لا. الفايبروميالجيا من الحاجات اللي ليها حوالي 200 عرض، بعض منهم يكفي لتشخيصها. ليها كرايتيريا للتشخيص وطريقه للتشخيص بتعتمد على التاريخ المرضي وبتعتمد على الفحص الاكلينيكي للمريضه. فحص بعض النقاط على الجسم بطريقه معينه تبين لي هل هي مريضه فايبروميالجيا ولا لا. طيب هل الفايبروميالجيا دي مرض نفسي؟ الحقيقه لا، هو مش مرض نفسي، لكنه بيتاثر بالعامل النفسي. يعني ايه؟ يعني اي ضغط عصبي او نفسي ممكن يكون هو التريجر او السبب اللي تسبب في ظهور اعراض الفايبروميالجيا. طيب تمام، شخصنا فايبروميالجيا بايه؟ بالفحص الاكلينيكي والتاريخ المرضي فقط. للاسف دي من الامراض اللي ملهاش تحليل يثبتها او ينفيها، وكذلك ملهاش اشعه اعملها اقول اه دي الاشعه دي فيها فايبروميالجيا، مفيش حاجه اسمها كده. الفايبروميالجيا ده ديزيز اوف اكسكلوجن، بستبعد الامراض الثانيه اللي ممكن تجيب نفس الاعراض، وبيتفضل لي الفايبروميالجيا مع الفحص الاكلينيكي والتاريخ المرضي اقدر اشخص بيه. طيب شخصنا فايبروميالجيا وفهمنا المريضه ايه هي الفايبروميالجيا، طب ليه بيحصل لي كده؟ ليه مش بستجيب للعلاجات العاديه؟ ليه المسكنات مش بتاثر معايا؟ الحقيقه الالم اللي بتسببه الفايبروميالجيا ما هواش الم جاي من انسجه الجسم العاديه، هو الم سنترال بين، يعني جاي من المخ اصلا. يعني ايه؟ يعني المخ بيفرز بعض الكيميكالز علشان احنا نحس بالالم لو حصل مثلا اي اصابه. فعند حضرتك كمريضة فايبروميالجيا المواد اللي بتحسسنا بالألم بدل ما بتتفرز بنسبة صغيرة بتتفرز بنسبة كبيرة قوي، فبتحسي بالألم أوفر، بتحسي بالألم زيادة. في المقابل بعض المواد الكيميائية التانية اللي بتفرز لما نحس بالألم عشان تخفف عننا الإحساس بالألم، عند حضرتك برضو مش بتفرز كفاية، فعندك إحساس الألم مضاعف، فحضرتك مش بتتدلعي ومش بتأفوري في الإحساس بالألم بمزاجك، ده أنت فعلا حاساه، وعايزة أطمنك اللي إحنا حاسين بيكي واللي إحنا بنسعى إنك تتخلصي من الألام دي عن طريق العلاجات المختلفة أو العلاج كمان الغير دوائي.
ناهيك طبعا عن احساس الشكشكه والحرقان والتقل والخمول والاوجاع، اعراض كتيره جدا جدا ما نقدرش حتى نحصرها كلها في فيديو واحد. وطبعا احساس الالم لمده طويله بالشكل ده ومفيش استجابه للعلاج، وكمان مفيش تعاطف مع اللي حواليا لانهم مش حاسين بيا لان بالنسبه لهم التحاليل والاشعه طالعه سليمه، ده بيدخلني اكيد في دايره اكتئاب. ما انا لازم اكتئب، امال هعمل ايه؟ لا انا تعبانه ولا انا عارفه اخد دواء ارتاح بيه ولا وصلت للتشخيص. بس انا بحب اطمنك ان دلوقتي حضرتك ممكن تتشخصي لو وصلتي للتخصص الصح اللي بيتعامل مع الفايبروميالجيا. الفايبروميالجيا احد التخصصات امراض الروماتيزم. غالبا مريضه الفايبروميالجيا عندها حاجات بقى ماشيه مع الفايبروميالجيا لايقه عليها، يعني عندها مثلا قولون عصبي، عندها اضطرابات في المعده، بيجي لها احيانا صداع نصفي. كل الحاجات دي ماشيه مع الفايبروميالجيا. هي اسمها بالعربي ايه غير الفايبروميالجيا؟ اسمها متلازمه الالم العضلي التوتري. طب الالم العضلي عارفينها، التوتري دي قصتها ايه؟ الفايبروميالجيا بتزيد وبتنتعش كده مع الضغط العصبي والنفسي، وده هيكون ليه دور مهم قوي في العلاج، اني اعرف ازاي اخفف الضغط العصبي والنفسي عني علشان اتخلص من اعراض الفايبروميالجيا. طيب وصلنا لمرحله التشخيص، ودي مرحله جميله جدا ان احنا وصلنا لها الحمد لله بعد عناء يعني ومعاناه. نيجي للعلاج بقى. قبل ما اتكلم عن العلاج عايزه اقول لك ان الفايبروميالجيا دي مرض مزمن. يعني ايه مزمن؟ يعني هيفضل مع حضرتك، يعني هفضل اخد علاج طول عمري؟ لا مش هقول لك كده. العلاج بتاع الفايبروميالجيا هو علاج دوائي وعلاج غير دوائي. العلاج الدوائي هناخده في بدايه التشخيص غالبا وهنلتزم بيه مع العلاج الغير دوائي، بس ليتر اون ممكن نوقفه شويه بشويه ونعرف نتعامل ازاي بالطريقه الغير دوائيه للعلاج. بس خدي بالك مع اي ضغط عصبي ونفسي او حتى جسدي او توتر ممكن الاعراض تظهر وترجع لك مره تانيه، فخليكي كده دكتوره نفسك ونعرف نتعامل مع الضغوط العصبيه علشان نحاول نتجنب اعراض الفايبروميالجيا. بالنسبه للادويه، في مجموعه من الادويه بنسميها يعني FDA approved، يعني معترف بيها من منظمه الاغذيه والادويه الامريكيه، ان هي بتعالج الفايبروميالجيا بجرعات معروفه طبعا وعلى حسب كل حاله وكل اعراض. ده شغل الدكتور، ما تشغليش بالك بيه، هو هيكتب لك دكتور الروماتيزم هيكتب لك العلاج المناسب لك. طيب والعلاج الغير دوائي بقى اللي يهمني جدا ان انا عايزه اتكلم فيه لان احنا ده اللي هنمشي بيه طول العمر بقى ان شاء الله. اول حاجه كلمه جميله قوي بتتقال في عيادات الروماتيزم، تغيير نمط الحياه. اعمل شويه حاجات اغير بيهم نمط حياتي تساعدني في اني اتغلب على الاعراض اللي بتجيلي. منها مثلا والموصى بيه عالميا يعني في علاج الفايبروميالجيا، تظبيط مواعيد النوم. لازم احاول اظبط مواعيد نومي مره ورا مره هتتظبط. رقم 2 امشي في الهواء نص ساعه او اعمل ايروبيك اكسرسايز نص ساعه يوميا، ليها تاثير ممتاز جدا في علاج الفايبروميالجيا. ثالث حاجه اتعلم اعمل ريلاكسيشن. يعني ايه اعمل ريلاكسيشن؟ يعني استرخي، يعني اخلي دماغي كمان تسترخي، يعني اجي على الساعه 7 8 بالليل خلاص الولاد بقى كل واحد استقر، مفيش هومورك مفيش حاجات كده تشغلني، اعمل حاجه انا بحبها ايا كانت بقى، اخد ساعتين كده لنفسي. اوكي لو انت يعني عايزه تطوري الموضوع ده قوي اعملي رقم 4 اللي هي المديتيشن واليوجا. طلعي من على يوتيوب او اي مواقع مديتيشن او تامل ويوجا وكده وكلاسز اليوجا والكلام ده، وحاولي تعملي منهم ولو في البيت. رقم 5 طب العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي هيفيدني لو انا مريضه فايبروميالجيا؟ ايوه الحقيقه هيفيدك، خصوصا لو الالام اتركزت في منطقه الظهر. ممكن العلاج الطبيعي، ممكن المساج، ممكن التمارين العلاجيه، الكلام ده ممكن يكون لطيف جدا بالنسبه لك. طيب العلاج المائي. العلاج المائي مهم قوي في حاله الفايبروميالجيا، لو بتقدري تروحي تعملي علاج مائي في مكان او حتى تنزلي البيسين او يعني تستمتعي بوقتك باي شكل باي شكل من الاشكال ما فيش مشكله. اوكي رقم 7 الجروب ثيرابي. الجلسات العلاج الجماعي حاجة جديدة بتتعمل لعلاج مرضى الفايبروميالجيا، بيكون متواجد فيها طبيب الروماتيزم، طبيب الصحة النفسية أو الأخصائي النفسي،
وبيقعد 3 او 4 او اكتر من مرضى الفايبروميالجيا وكل واحد يتكلم عن الاعراض اللي بتجيله وازاي بيتغلب عليها ويستفيدوا من بعض ويشجعوا بعض ويقولوا لبعض احنا مجتمع، احنا حاسين ببعض قد ايه، احنا تعبانين، احنا مش موهومين، لا احنا بنقف ايدينا في ايدين بعض علشان نعمل حاجه اسمها العلاج الجماعي وعشان نتغلب على اعراض الفايبروميالجيا. نقطة بتهم الناس كلها بقى الأكل، هل في أكل معين أكله لو أنا مريضة فايبروميالجيا أو أمنعه؟ بعض الدراسات قالت إن إحنا المفروض نقلل من الكافيين، نقلل من القهوة ونقلل من النسكافيه والحاجات دي، ونقلل كمان من الأكلات المصنعة الغير طبيعية. وبعض الدراسات التانية قالت برضو إن الناس اللي عندها حساسية من الجلوتين ساعات بيجيب لهم اعراض الفايبروميالجيا لما ياكلوا حاجات فيها جلوتين، فجربي تاكلي الجلوتين فري دايت ونشوف نتيجته. يعني جربي تاكلي الحاجات اللي ما فيهاش جلوتين وتشوفي النتيجه بتاعتها هتكون ايه معاكي. الاكل الصحي طبعا مهم جدا، الاكلات اللي بتسبب الشعور بالسعاده زي الموز او المكسرات او الفواكه او الاسماك الطازه، الحاجات اللي فيها اوميجا 3، الكلام ده كله لطيف جدا في انه يحسن اعراض الفايبرو. اخر نقطه حابه اتكلم عنها الرياضه. الرياضه في الفايبروميالجيا لها تاثير السحر، المشي، السباحه، والتمارين المغطيه او الاسترتشات، الاسترتشنج اكسرسايز مهم قوي في حالات الفايبروميالجيا لو نعملها عاده يوميه. وان الاوان بقى لكل مريض فايبروميالجيا انها هتغير روتين حياتها، تغير نمط الحياة، تخلي يومها يساعدها على انها تتغلب على اعراض الفايبرو. اتمنى لكم السلامة، وبقول لكم ان احنا حاسين بيكم، احنا اطباء الروماتيزم كلنا حاسين قد ايه مريض الفايبروميالجيا بيعاني. عايز اقول لكم حاجة اخيرة، لان سؤال برضو بتسأله كتير، هي الفايبروميالجيا ممكن تيجي للرجالة؟ بتيجي، وكمان بتيجي للأسف في الاطفال، خصوصا لو الام عندها فايبروميالجيا، فما تستهونيش برضو بأعراض الطفل لو اشتكى من الحاجات اللي أنا قلت لك عليها في أول الفيديو. أتمنى لكم السلامة مرة تانية، وشكرا لمتابعتكم، وانتظروا الفيديو.